هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. خلينا ما أطول عليكم، وأكيد كلنا حابين نعرف طقس اليوم كيف رح يكون. معانا مباشرة عبر زوم زميلنا وائل حكيم. صباح الخير وائل. صباح النور سالي، صباح الخير لكل المشاهدين. وائل كيفك؟ طمنا عنك. الحمد لله ماشي الحال. طب وائل، بالرغم من إنه درجات الحرارة عم بتميل شوية ارتفاع اليوم، مزبوط، بس إنه لسه الأجواء باردة، احكي لنا أكثر كيف رح تكون درجات الحرارة اليوم. صحيح، اليوم الجو راح يكون مستقر بإذن الله، درجات الحرارة راح تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس بارد نسبياً في المناطق الجبلية، ما لطف في باقي المناطق، دافئ بشكل لافت في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، لكن اعتباراً من بكرة إن شاء الله في عندنا تيارات غربية رطبة قادماً من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. هاي الرياح الرطبة راح تعمل على تكاثر الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى، ممكن تعمل شوية مطر في المنطقة الشمالية بإذن الله إن شاء الله بكرة خلال فترة ما قبل الظهيرة، لكن خلال الساعات ما بعد الظهيرة من يوم الخميس برجع الجو للاستقرار مجددا. يعني عم تحكي عن مناطق الوسط ما في زخات أمطار، تعرف كتير ناس هلأ طبعا هو في نوعين من الأشخاص، أشخاص مثلي بيحبوا الصيف ومستنينه على حر من الجمر، وأشخاص كتير مستني منخفضات شتوية. بدنا نشوف إذا إحنا في ارتفاع الحرارة خلال هذا الأسبوع، أو إذا مثلاً في منخفضات شتوية. نعم صحيح، هلا زي ما حكينا اعتباراً من بكرة في عندنا تيارات غربية، في احتمال مطر بالمنطقة الشمالية تحديداً، المنطقة الوسطى حتشوف شوية غيوم منخفضة، لكن انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من بكرة. درجات الحرارة بالعاصمة عمان راح تكون حوالي 14، راح تكون في عموم المناطق الجبلية بين 13 ل 15 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم الجمعة برجع الجو للاستقرار، بتضل درجات الحرارة باردة نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، لكن مائلة للدفء في باقي المناطق. لكن الشيء مميز إن شاء الله اعتبارا من يوم السبت في عندنا ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة. يوم السبت بإذن الله الأجواء راح تكون دافئة في عموم المناطق، مستقرة بشكل عام، أجواء مناسبة للخروج، مناسبة للرحلات أيضاً، ومناسبة لممارسة النشاطات الخارجية. يعني اليوم وائل ما في أجواء خمسينية أو غبار أو كل هاي الأمور، ما في مزبوط؟ لا لا الحمد لله ما في شيء، اليوم في عندنا أجواء نقدر نقول عليها أجواء منعشة مائلة للبرودة، في شوية غيوم حالياً منتشرة في المنطقة الشمالية والوسطى والجبال الجنوبية أيضاً، لكن زي ما حكينا بكرة في عندنا انخفاض على درجات الحرارة راح يكون أكثر أو بيكون ملموس أكثر في ساعات الليل من ليلة الخميس على الجمعة، حيث راح تنخفض درجات الحرارة ممكن تلامس 4 درجات مئوية في منطقة البادية والسهول الشرقية، ممكن تلامس حتى 6 درجات مئوية في العاصمة عمان خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة. يعني نحكي عن أجواء باردة خلال ساعات الليل. باردة نعم، تستدعي لبس ملابس ثقيلة، وأيضا تستدعي تنبيه أيضا من استخدام الأمن لوسائل التدفئة. يعني اكيد طبعا الاشخاص خلال هاي الفقره بصيروا يسالوا، يعني ما اغسل سيارتي، ما اغسل غسيلي، ما في اعمار برا، فصار العالم تسال عن هاي القصص. اليوم بالذات تحديدا بتنصح بغسيل السيارات؟ نعم اليوم مناسب ان شاء الله لانه ما في مطر، ما في غبراء، بس نشر الغسيل ممكن يكون متوسط، يعني اوكي ما في مطر بس الجو حيكون بارد، يعني الغسيل حيطول شوي اثناء النشر، لكن زي ما حكينا يوم السبت تحديدا في عندنا ارتفاع واضح على درجات الحراره. يوم السبت راح يكون كل شيء مناسب، يعني غسيل سيارات، نشر غسيل، خروج، ممارسة رياضات، يعني كل شيء حيكون ممتاز إن شاء الله يوم السبت. والحكيم وافقنا بأخذ تطورات الحالة الجوية لنهار اليوم، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا.